درس بعد ايام قليله كوزاره التربيه والتعليم. سيادتك بتقول ان وفرنا 3 مليون جرعه للمعلمين. الطلبه كم واحد الطعام لحد دلوقتي في التربيه والتعليم؟ لا احنا الطلبه مستنيين يعني الاشاره من وزاره الصحه. مشكوره طبعا انها بتجاهد في اتجاهات كتير. هي ادت لنا للساده المعلمين الاداريين الاول طبعا كأولوية نظرا لسنهم أكبر وتعرضهم لكورونا يبقى أصعب من الأصغر سنا. المرحلة اللي وراها مرحلة الثانوي. المرحلة الثانوي فيها 4 مليون طالب، يعني احنا كده محتاجين 8 مليون جرعة. دول هننتظر، يعني وزير الصحة وعدت بهذا، أول ما يتوفروا هنعلن عن الخطوة دي إن شاء الله قريبا، يعني إن هي وعدتنا ده هيحصل قبل نهاية هذا العام. دي تبقى المرحلة الثانية، بس احنا ابتدينا بالسادة المعلمين والإداريين قبل ما العام الدراسي يبتدي. نعم، طيب في كلام على ننزل شوية ل 12 سنة أو 14 أو 15 سنة ممكن؟ ممكن طبعًا، احنا يعني كل ما توفر اللقاح الدولة كلها عاوزة تطعم مش أقل من 60-70% من تعداد السكان بدءا من الاعمار الكبيره واحنا نازلين. فطبعا الطلبه ليهم اولويه، وكل ما توفر اللقاح بالتعاون مع وزاره الصحه هنعمل كده مفيش شك. يعني طلبه الجامعه بيتعاملوا انه عددهم اقل. يعني طلبه الجامعه ككل اقل من اللي عندنا في ثانوي. نعم. هل سياده الوزير عندي لو انا امتى اقول كوزير تربيه وتعليم يا جماعه المدرسه دي تتقفل او الفصل ده يتقفل؟ امتى اقول ده؟ لا، هو وزارة الصحة نشرت الضوابط دي بالظبط امتى نقفل فصل او نقفل مجموعة فصول او نقفل مدرسة، ايه الشروط التي واجب تتحقق، ومين اللي بيحكم عليها، ومين اللي بيتخذ القرار. في جدول كامل في التفاصيل دي احنا نشرناه اللي هو خطة وزارة الصحة، بنينا على اساسها هذه الضوابط. بس الخطة اللي اتنشرت كانت بتقول انه عند ظهور مثلا عدد كذا من الحالات الفصل ده يتقفل 28 يوم. اعتقد ان في ابحاث حديثه جدا وتطبيقات في دول متقدمه ان مده الاغلاق مش لازم كتير قوي 28 يوم، ممكن نكتفي ب 10 او 14 يوم. ده هيحصل قريب ان احنا هنعدل الجدول ده بحيث نقلل مده الاغلاق. نعم، لكن احنا لحد دلوقتي رايحين مدارس بالاعداد بتاعتنا، التعليم في المدارس وليس عن بعد حتى الان. طبعا بص، انا بس عاوز كلنا ندرك ان الولاد فقدوه في المحتوى التعليمي في السنتين اللي فاتوا كبير، وتاثيره عليهم هيكون كبير. ما نفرحش قوي ان ابني نجح من تانية لتالتة ابتدائي او من تالتة لرابعة ابتدائي. الولد ده خسر كتير جدا في الاساسيات كمان، في القراءة والكتابة والحساب، صعب قوي تعويضه بعد كده. فاحنا لازم كلنا نبقى حريصين الدراسة تستمر عشان مصلحتهم. تعويض الفاقد كبير كبير قوي. واكتر مجموعة متضررة هم صغار السن اللي من كي جي 1 لحد رابعة ابتدائي. دول اكتر مجموعة هتتعب بعد كده، حتى الاساسيات ما خدوهاش. فان انا اقعد في البيت دي مش حاجه تفرحني. وانه امتحن في البيت وانجح وخلاص، لا، احنا كده بنأذي الولاد. فلازم نساعد بعض، يعني احنا هنعمل كل ما يمكننا من اجراءات احترازيه، وان شاء الله يوم الثلاثاء هنكلم مديري المديريات واتفق معاهم على الحلول في الفصول اللي فيها كثافه، وازاي نوزع الولاد في المدرسه لو اضطر يستخدم فترات، كل ده هنتكلم فيه. احنا كمان اولياء الامور يساعدونا على ارتداء الكمامه واستخدام المطهرات وما نقربش من بعض، لازم كلنا نتعاون. هل سياده الوزير عندنا اي مشاكل تعديلات في بعض مناهج رابعه او غير رابعه ابتدائي؟ هل وارد؟ لا، تعديلات ليه؟ ده لسه ما طلعتش حتى، دي جديده لانج. مناهج رابعه دي احنا فخورين بيها جدا جدا جدا، واتمنى ان الناس ما تتعاملش على السوشيال ميديا في قضايا علميه، لها ناس متخصصه. الحكم على المناهج والتقييم ده للمتخصصين. انا لو مستقبل للخدمه مش دوري اقيم المنهج، دوري احاول اساعد ابني، ما اخوفوش، واحاول اساعده على استيعاب المهارات اللي تعبنا جدا عشان نخليها على مستوى زينا زي الدول اللي بره.